door goes to Winter Sleep by Lurie, Bill Gay. منح جائزة الصحف الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي في فرنسا هذا العام للفيلم التركي نوم الشتاء للمخرج نوري بلجي جيلان. جيلان أهدى الجائزة إلى أرواح الضحايا الذين سقطوا في مظاهرات إسطنبول العام الماضي. وقال في حديث ليورو نيوز: إن شباب تركيا علمونا الكثير من الأشياء العام الماضي. And some of them lost their lives. بعضهم فقد حياته. In the social events. لقد ضحوا بحياتهم من أجلنا. They sacrificed their lives. لذلك أعتقد أنهم يستحقون هذه الجائزة. So I think I thought they deserved this. نوم الشتاء واحد من بين 81 فيلما تنافست للحصول على جائزة الصحف الذهبية التي تعد واحدة من أهم الجوائز في عالم السينما. كما حصل على جائزة أفضل ممثل تيموثي سبول عن دوره في فيلم السيد تيرنر من بريطانيا. مفادنا إلى كان يقول: عموما إنه نوع من التوازن في تقديم الجوائز، فهي تمنح لأفلام ذات أنماط مختلفة. وبالنسبة للصحف الذهبية هذا العام فقد منح لفيلم مدته 3 ساعات صور في قلب الأناضول. إنه فيلم عاطفي وسياسي يلمس المشاعر الإنسانية ويظهر في الوقت نفسه تركيا الحديثة.